صبحكم الله بالخير. خلاط بحجم صغير وأداءه جدا ممتاز. طبعا يجمع حافظتين، والحافظة تقدر استخدمها خلاط في نفس الوقت. إذا خلصت من خلط العصير تقلبها، استخدمها كحافظة. حطينا مكونات فراولة مجمد وسكر وحليب. قضيت خلط على طول اقلبها حافظة. طبعا ميزات الخلاط خفة وزنه، حجمه جدا صغير، أداؤه جدا ممتاز، ومع حافظتين فراولة بالحليب. جعلها بالعافية.